عليكم. اليوم نروحوا لولاية تاع وهران لنقف على الأشغال تاع المحطة الجديدة لتصفية المياه المستعملة، ما يسمى بالستاب. لأن الأشغال هذه راهي حوالي 20-25% من نسبة التقدم، والشيء مهم جدا وهو أن الاتجاه العام بالنسبة للدولة الجزائرية فيما يخص هذه المحطات اللي تحليل لتصفية المياه المستعملة هو أن خاصة المحطات يعني الواقعة يعني في القرب أو حول المدن الكبرى، أين تقع فيه مساحات حدائق ومساحات خضراء. فالاتجاه هو أنه كل هذه المحطات توجه المياه نتاعها نحو سقي الفضاءات العمومية والحدائق العمومية. إذن هذا هو الاتجاه الصحيح، يعني أكثر مما كان من قبل كان في محاولات لاستغلال هذه المياه في سقي يعني المساحات الزراعية، لكن الأفضل هو سقي المساحات الخضراء كالحدائق والفضاءات الطبيعية. هذا أمر جيد لأنه نتفادى مشكل الخطر خطر يعني تاع التغذية، يعني عندما نسقي المساحات الزراعية فيه خطر نتاع التلوث إذا كانت المياه هذه مش مصفات يعني الكيفية الكافية. إذا في هذا الإطار نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول محطة تصفية المياه ببلدية تليلات ولاية وهران، والسلام عليكم. كذلك يعني اللي راه يتم انجازها على مستوى تليلات، واللي كشنا يعني هذه الصبيحه هذه باللي باش نسبه الاشغال يعني حوالي 20%. هذا المشروع هذا كذلك فهو هام وهام جدا. انتم تعرفوا باللي باش يعني اليوم تقريبا يعني المياه المستعمله فهي يعني اسيال اوفر، وهذا لاستيب هذه ان شاء الله ستجعل يعني ستجعلنا نعمل على تجميع كل هذه المياه، وكذلك يعني العمل على تنقيتها وإعادة استعمالها سواء في العملية نتاع السقي أو حتى في أمور أخرى إن شاء الله. فنقول باللي بشر المشروع هذا كذلك نحن نعول عليه كثيرا. طلبت كذلك من سيدة مديرة الموارد المائية باش تشوف مع المديرة كذلك نتاع التجهيزات العمومية حتى يدمج هذا المشروع ضمن المشاريع الكبرى نتاع الولاية، وحتى تكون يعني فيه متابعة خاصة إلى هذا المشروع هذا. مجموعة نتاع شركات تقوم بهذا الإنجاز هذا اليوم. لاحظنا كذلك يعني باللي باش كاين أخذوا بجدية لهذا المشروع هذا. نتمنى ان شاء الله نسبة الإنجاز 22 شهر، نتمنى ان شاء الله انه يتم انجازه في وقته. ثم شتو كذلك فهو قريب من بحيرة مغلس اللي يعني كذلك السنوات الماضية كانت تعرف يعني مشاكل تاع التلوث وكذا. اليوم الحمد لله كاين في مشاريع اللي قامت بها الدولة الجزائرية من اجل التقليل من العملية تاع التلوث، ولكن هذه العملية تاع لاستابسها تقضي مباشرة على التلوث، وكل مياه المستعملة ان شاء الله ما تجيش تروح لك وانما تولي تروح مباشرة الى هذه المحطة هذه اللي يتم الإنجاز نتاعها.